هلا والله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله مساكم بكل خير، كيف حالكم؟ طيبين؟ متجه ان شاء الله لمهرجان التسوق عند نادي المجد. هلا والله، المهرجان للعوائل فقط، ما في للشباب، يكون تنبيه لكم اذا بتجي تعال مع اهلك. هلا والله اخوي سامي، حياك الله، ما شاء الله قهوه الرمل حتينا على طول، حركه على طول، بالتوفيق ان شاء الله. كل مهرجان ان شاء الله. صراحة ما توقعت انه يكون في زحمة كذا، لا يفوتكم الاجواء، بس جيب عائلتك معاك لان الدخول للعوائل فقط. طبعا سعود مرشد السياحة اليوم، لانه هو جاء بيوريني الاماكن. يا هلا والله، معنا سمو الامير خالد بن منصور ال سعود. ايش حاب تقول للسنافيين؟ اقول للسنافيين لك الله يحييهم، تعالوا المحل محلكم ونشرف وجودكم وخدمتكم، واحنا موجودين هنا لخدمتكم ان شاء الله. الله يسعدك، شكرا لك، يعطيك العافيه. وين التحيه يا شال؟ ها؟ البانكيك ادمان ولا كيف يا سعود؟ ادمان. هنا شوف المهرجان، وافل وكرك. الله يسعد اوقاتكم جميعا. امن حضر، امن وجه، امن حضر، امن وجه، احلى بشار، احلى بشار. يا هلا والله، صراحه مهرجان جميل جدا. يعني اكثر شيء ممكن تقدر تقول عنه، تبي تغير جو، تبي تخش في عالم غير العالم اللي انت عايشه، روح له. صراحة أجواء غير مألوفة وجميلة جدا، فلا يفوتكم. سلام. هلا والله يا أصدقاء بنهال. في مقلب بإذن الله، وهي لأول مرة بسويها مقلب. ما حاب أقول لكم عنه شيء، بس اللي حاب يشارك في المقلب يكلمني خاص.